وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. مساء الخير دكتور، وهل لك أن توضح لنا أهمية أن تحرص مملكة البحرين على احتضان منتدى حوار المنامة هذا العام على الرغم من ظروف جائحة كورونا؟ مساء النور، أهلا وسهلا. من المهم لمملكة البحرين أن تقوم بعقد هذه الفعالية، لأن كل سنة أصبحت هذه الفعالية من أهم المنتديات التي تجمع كبار المسؤولين وأصحاب القرار في الشرق الأوسط وفي من القوة الكبرى، وبالتالي ونظرا لأزمة الكورونا هناك العديد من التحديات التي تواجهها دول الإقليم، ولذا هناك حاجة كبيرة لجمع أصحاب القرار والخبراء لمناقشة كيفية التصدي لهذه التحديات ووضع حلول. نعم دكتور عمر، هي الدورة 16 والتي نجحت البحرين في تنظيمها، برأيكم ما هي العوامل التي ساهمت في أن تنجح المنامة في استضافة هذا الحدث الهام والحيوي طوال هذه السنوات؟ من أهم النقاط الإيجابية لدى مملكة البحرين فيما يخص هذه الفعالية هي موقعها الجغرافي، وأيضا انفتاح المجتمع وحرص المجتمع على تقبل الآراء المنوعة وجميع عناصر جنسيات العالم، وهذا واقع منذ التاريخ القديم ولا يزال قائم في العصر الراهن في القرن 21 الحمد لله. نعم الدكتور عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك.